هلا انا حطيت لكم على ال ستوب شيرين، انا ولا ما شيرين، حطيت لكم على التيمز على المين ثريد، حطيت لكم زي نحكي اسايمنت هيك، شغله مراجعه لموضوع الراندوم فاريبلز والراندوم بروسيسز. لقيت موقع، هذا الموقع للجامعه اتوقع لهارفارد، هي خليني اعمل مثلا مايكروسوفت تيمز، مبين عندكم شاشه تبعت مايكروسوفت تيمز؟ لا الان انتم اذا بترجعوا للشانل تبعت الانالوج ارجعوا لها انتم، بتلاقوا في موقع انا حطيت لكم اياه قبل المحاضره بشوي مش زمان. طيب هيك مبينه؟ في مشكلة عندي أنا مش عارف، بغض النظر خلينا أفتح الموقع. هلا بعطيكم إياه. في هون عندي موقع، هذا الموقع هيو ece.tfs.edu. بغض النظر short tutorial عن random variables و random processes اللي هم يعطيك elementary probability scale random variables operation random variables اللي بيهموني أنا بالأخير فعليا. هذولا أهم شيء اللي هو power spectral density and LTI systems. بس مشكلة إذا أنت ما فهمت هذول آخر اثنين، إذا وصلت عليهم وما فهمتهم كاملين بدك تضطر ترجع تقرأ شوي منهم. اوكي، هلا جماعه الراندوم فاريبلز اللي ماخذين راندوم فاريبلز وراندوم بروسيسز سهل عليهم شوي الامور، ممكن اللي مش ماخذ يعني عنده خيار من خيارين، يا اما بيقرا هون وبيعمل اسامبشنز انه فاهم اللي قبل وبيعتمد على فهمه بالمنطقه هاي شو هي، اذروايز بده يضطر اذا حابب يفهم كل التفاصيل بده يبلش من الاليمنتري بروبرتي ويكمل. اوكي، صعب ارجع اشرح انا راندوم فاريبلز كامله من الصفر ونحكي فيها، بس بغض النظر اللي بدي احكي فيه انا هون شيء بسيط اللي هو بس بدي اعطيكم هند سريع عن الراندوم بروسيسز او نسميه الباور سبكترال دنسيتي. شايفين هاي السلايدز اللي قدامي؟ هاي السلايد شو بتحكي؟ بتحكي انه انت اذا في عندك راندوم بروسيس، شو معروف شو يعني راندوم بروسيس؟ راندوم بروسيس يعني عندك انت راندوم نمبر اللي هو النويز مثلا له شكل معين بظل راندوم، يعني كل مره بتكون قيمته شكل مختلف عن الثانيه. كون القيمه تختلف عن الثانيه، هلا بالاتصالات العاديه احنا شو كنا نعمل؟ عندي ام اوف تي ديترمينستيك كامله معروفه 100% عند كل تايم تي 1 تي 2 معروف قيمتها، عند الريسيفر استقبلها على فرض انه ما في عندي نويز على انها اس اوف تي ايكوال اللي هي الكارير موديليتد باي ام اوف تي، وعند كل قيمه التي احنا بنعرف شو هي المسج سيجنال، صح؟ طيب لما بصير في عندي نويز، النويز شو بيعمل؟ بيعمل لي راندومنس في السيجنال، معنى الراندومنس انه بتبطل هاي السيجنال اللي عندي معروفه 100% شو هو شكلها. فاحنا كونه ما بنعرف شكلها 100% شو بنعمل؟ بدنا نتعامل مع الكاركترستكس تبعت السيجنال مش السيجنال نفسه، نتعامل مع مين؟ مع الكاركترستك للسيجنال مش مع السيجنال نفسه. هلا لما بيكون احنا في عندي سيجنال انا اكس اوف تي، اكس اوف تي بدي اعتبرها راندوم، يعني هاي الاكس اوف تي عباره عن مثلا خلينا نحكي كوساين، اذا كانت مثلا المسج سيجنال او الكارير كوساين، الكوساين هو مش معرف على انه كوساين 2 باي اوميجا او 2 باي اف تي بلس ثيتا، مظبوط؟ مش الثيتا ممكن تكون راندوم؟ يعني مش انا دائما عند الريسيفر ما بعرف شكل الفيس شيفت اللي صار على السيجنال كيف شكله، يعني مش الفيس شيفت اللي راح يصير على الاغلب انا ما بعرفش كيف شكله، مره ممكن يكون باي، مره ممكن يكون زيرو، مره يكون 1 اوفر باي، أو يعني عفوا باي اوفر مثلا 4 باي اوفر 10 باي اوفر 1 مليون، احنا ما بنعرف شكله. كونه ما بنعرف احنا لازم نتعامل مع السيجنال على انها
راندوم فاريبل او راندوم بروسيس بشكل ادق، والراندوم بروسيس هذا نتعامل مع الكاركترستكس تبعته. يعني مثلا من ضمن الكاركترستكس تبعته خلينا نتفرج بدل ما نتفرج على السيجنال نفسها، ليش ما نتفرج على الباور اللي فيها؟ اوكي، ليش ما نتفرج على الافرج باور مثلا؟ ليش ما نتفرج على الباور اللي موجود بالباندوث من قيمه معينه لقيمه معينه؟ تمام، احنا بالعاده لما يكون في عندي اكس اوف تي عباره عن راندوم فاريبل، اذا بجيب اكس اوف تي 1 بضربها في x of t 2 يعني قيمتين مختلفات عند 2 times مختلفين، وبوجد الافرج لهاي القيمه، بيطلع معي شيء بسميه auto correlation function اللي هو وين موجود؟ مش موجود هون الauto correlation function. خلينا بس random processes ارجع لهم عشان افرجيكم بس كيف شكله. rv سير شو عند فولدر شايفين هون في عندي انا بدي اسميه راندوم بروسيس، خليه يعمل هو بروسيس لحاله. اذا عندي سيجنال اكس اوف تي، هاي السيجنال شايفينها x of t، x of t signal random تختلف من وقت لآخر، كل عند time معين عند t1 عند t2 إلها شكل. هلا بحكي لك في تعريف لفانكشن اسمه auto correlation function اللي هو r x of t1 t2، تعريفه هو يساوي شو؟ يساوي r x of t1 t2 يساوي expectation أو average لمين؟ لحاصل ضرب XT1 مضروب في XT2 على اعتبار أن XT1 هي نفسها XT1 بشكلها و XT2 هي نفسها XT2، يعني بس عمل abstract version. إذا أنا بوجد الـ expectation، هاي كلمة الحرف E يعني expectation، شو يعني expectation؟ يعني average. أوكي، average على X1 و X2. الـ autocorrelation function هذا R of T1 T2 احنا بدنا نصير نكتبه دائما على انه function of، يعني هو average value حاصل ضرب مين؟ قيمة السيجنال عند x1 مضروبة في قيمة السيجنال عند x2. اوكي، في له خصائص هذا الفانكشن اللي هو الاوتو كوريليشن فانكشن، انه دائما قيمة المين له اكبر من زيرو. تمام، قيمة الاوتو كوريليشن فانكشن دائما اكبر من زيرو أو يساوي زيرو، يعني ما بتكونش نيجاتيف. تمام، وعلى قيمة له راح تكون عند الزيرو. وشو كمان بدي بس هيك أختصر بشكل سريع، يعني إذا كان في عندي نويز بيكون في عندي تو راندوم بروسيسز، بيكون في عندي سيجنال انا بستقبلها اللي هي الواي اوف تي عباره عن حاصل جمع مين؟ حاصل جمع السيجنال اللي برسلها اللي هي اس اوف تي او اكس اوف تي خلينا نسميها، مجموع لها نويز ان اوف تي. وعاده احنا بنحكي عن اكس وواي، هذولا اكس وان، عفوا اكس وان هم راندوملي اندبندنت او سيكن اندبندنت بروسيسز. شو يعني independent processes؟ يعني إنه في تي ما بتعتمد على X of T نهائياً. X of T ليش مسميها random؟ لأنه signal source بيبعث لي random signals، مرة بيبعث 1 مرة بيبعث 0 مرة بيبعث قيمة 1 2 3 حسب الامبليتيود حسب الفيز حسب نوع الموديليشن اللي احنا بنتعامل معه، بيطلع معي signal وبستقبلها عند الريسيفر. اوكي، احنا بالعادة بنهتم في مين؟ في نوع من انواع الاوتو كوريليشن فانكشنز احنا بنسميه، او نوع من انواع البروسيس بنسميه وايد سنس ستيشنري بروسيس. الوايد سنس ستيشنري بروسيس هي بروسيس معينة، او خلينا نحكيها راندوم بروسيس. هاي الراندوم بروسيس عندها شو؟ الاوتو كوريليشن فانكشن تبعها ما بيعتمد على التايم نهائيا، بس شو بيعتمد؟ بيعتمد على التايم ديفرنس اللي هو بنسميه تاو.
يعني لما احنا كنا نحكي expectation لx of t1 مضروبة في x of t2، إذا كان هذا الحاصل يساوي، يعني إذا كان الأوتو كورليشن فانكشن اللي أوجدناه فوق يساوي function of only tau اللي هو عبارة عن t2 minus t1، بيصير عندي إشي بنسميه إحنا wide sense stationary process. هلأ التفاصيل كثيرة مش أنتم مش معنيين فيها، اللي معنيين فيه بس نفهم كيف نتعامل بعدين مع هاي الموضوع. فعندي أنا دائما إذا كان في عندي wide sense stationary process، هاي الwide sense stationary process بتكون فقط بتعتمد على function، يعني هي بتكون function of tau أول وحدة، يعني ما بتعتمد على t، بتعتمد على time difference اللي هو t2 minus t1. خليني أرجع، إحنا عرفنا الـ autocorrelation function على إنه شو x of t1 t2، وبالعادة بيطلع بعد ما نوجد التكامل تبع الـ expectation بيطلع معي شو، بيطلع معي function وفيه t1 و t2. إذا قدرت أكتب هذا الـ function على اعتبار إنه function of tau وتاو هي t2 minus t1، بصير اسمه wide sense stationary process. اوكي، wide sense stationary process، وله هاي الخصائص انه even function زيه زي مين even function نعرفهم احنا اللي هو الفوريير ترانسفورم. فوريير ترانسفورم برضو even function، الاوتو كوريليشن function برضو even function، واعلى قيمة له عند الزيرو. يعني دائما r of x Rx0 أقل من Rx of tau بغض النظر شو قيمة tau. أوكي، هاي الخصائص الأساسية اللي هي عند الزيرو وعند مين، وإنه بس بيعتمد على tau. هلا أنا بعرف معظمكم يعني ما بعرف إذا معظمكم أو لا، بس جزء منكم أكيد محتار إنه شو هذا الحكي اللي بنحكيه، شو يعني autocorrelation function، شو يعني power spectral density، شو يعني x of t random. خذوها زي ما هي، x of t عبارة عن random signal. الrandom signal كوني أنا ما بعرف القيمة الفعلية لإلها باللحظة الحالية، شو بروح بعمل؟ بوجد average value لإلها، average measure نسميه. شو يعني average measure؟ قيمة بتعبر عنها، بدي أسميها autocorrelation. أوكي، autocorrelation function إحنا بالعادة بنهتم بالأوتو كوريليشن فانكشن اللي بيكون عبارة عن فانكشن أوف تايم ديفرنس اللي هو تاو فقط. يعني إحنا راح نصير نعطي مباشرة R of tau، يعني ما تهكي الهم هذا الموضوع. يعني إذا تيجي للأنالوج هنا، شايفين إحنا المرة الماضية حكينا وكانت الأمور واضحة، يعني أنا متأكد كانت واضحة، سألناكم وكنتوا تحكونها أمور واضحة. فكنا نحكي عن باور سبيكترال دينسيتي SWF، مظبوط هذا الفصل المحاضرة الماضية. قلنا هذا الباور سبيكتر دنسيتي هو إشي بالفريكوانسي دومين، إذا أوجدنا له الانفرس ترانسفورم لإله الانفرس فوري ترانسفورم بيطلع معي مين RWF tau. يعني كان SWF صار يطلع معي RWF tau. أوكي، كان باور سبيكتر دنسيتي إذا بوجد الانفرس ترانسفورم لإله بيعطيني أوتو كوريليشن فانكشن اللي هو RWF tau. autocorrelation function هو إشي بيعبر عن مين؟ عن signal اللي هي W of T اللي هي white noise. إذا كان في عندي noise W of T أو W of F بالfrequency domain إلها autocorrelation function نسميه RW of tau. أوكي، طيب إحنا المرة الماضية وقفنا هون صح؟ شباب سامعين انتو ولا شو؟ ما يعني هون دكتور وقفنا. طيب تتذكروا المره الماضيه شو حكينا؟ حكينا اذا في عندي راندوم نويز، وراندوم نويز وايت نويز، راندوم وايت جاوسيان نويز، مظبوط كان الباور سبيكتر دنسيتي لإله شو شكله؟ النوت على 2، النوت على 2 ومن ماينس انفينيتي لانفينيتي. تذكروا هذا، هاي الرسمة. قلنا إذا هاي الباور سبيكتر دينسيتي هذا تبع النويز، الإشي اللي بيعبر عن النويز بغض النظر شو هو الإشي اللي بيعبر عن النويز، بدي أسميه باور سبيكتر دينسيتي تمام للنويز.
وشكله عبارة عن النوت على اثنين. أوكي، لما دخلناه على لوباس فلتر هذا النويز، عملنا له فلترنج، يعني عملنا فلترنج للنويز اللي كان من ماينس انفينيتي لانفينيتي، شو طلع معه؟ طلع معي انه الاس ان اوف اف اللي هو يعني الباور سبيكترال دنسيتي لا النويز شو شكله؟ هو نفس شكل الباند باس الباند اللو باس فلتر، بس ارتفاعه شو؟ ارتفاعه النوت على اثنين، صح؟ تذكروا هذا الحكي من المحاضرة الماضية؟ طب هذا في حال كان ايديال فلتر، هذا في كان ايديال فلتر. طيب هلا احنا بنعرف انه الايديال فلتر نون كوزال، ليش؟ لانه بالتايم دومين بيعطيني سينك، يعني الاوتو كورليشن فانكشن لهذا الباور سبيكترال دنسيتي البي اس دي فانكشن هذا راح يصير عباره عن ار ان اوف تاو يساوي سينك ظروف مين اللي هو سينك 2 باي او 2 بالباندوث في التايم اللي هو هذا شكل سينك وبينزل ينزول لعند الانفينيتي. طيب هذا بالنسبه للايديال لو باس فلتر. طب لو كان عندي مش ايديال لو باس فلتر، لو كان عندي انا ار سي لو باس فلتر، يعني لو باس فلتر باسيف لو باس فلتر عباره عن ريزيستنس وكباستور، شو يعني هذا الريزيستنس والكباستور بيعمل؟ بيشحن، بيمرر دي سي، يعني بيمرر فريكوانسيز اللي هو بيعطيك الانفلوب فعليا اللو باس فلتر. طيب هذا الريسبونس له شو؟ اذا اعتبرنا هذا فلتر، يعني هذا الانبوت من هون والاوتبوت من هون، اذا اعتبرت انه هاي السيركت عباره عن فلتر لها انبوت ولها اوتبوت، فالاوتبوت لها او خلينا نحكي الريسبونس لها الفريكوانسي ريسبونس او الامبلس ريسبونس بالفريكوانسي دومين لها كيف شكله؟ ما بتعرفوها هاي انتو؟ الشيء عباره عن الامبيدنس للسي مقسومه على الامبيدنس للار زائد الامبيدنس للسي اللي هي هاي 1 على جي اوميجا سي على ار على زائد 1 على جي اوميجا سي، وشو تساوي هاي كلها؟ تساوي 1 على 1 بلس جي 2 باي اف ار سي. اذا بترسم انت هاي هذا الفريكوانسي ريسبونس لمين؟ للفلتر، اذا بترسمه بالفريكوانسي دومين، شو يعني بترسمه بالفريكوانسي دومين؟ اعطيني الامبليتود سبيكترم له، كيف بيطلع شكله؟ اذا كانت الفريكوانسي 0 بصفي 1 على 1، صح؟ يعني الماكسيموم فاليو له 1 وبصير ينزل، مزبوط؟ طيب ماشي. الباور سبيكتر لإله سكوير، هذا ال نسميه الفريكوانسي ريسبونس لإله سكوير، شو يساوي؟ هلا في شغله، احنا اذا بنرجع للراندوم بروسيسز، لا الراندوم بروسيسز، الراندوم بروسيسز شو بتعطيني؟ بتحكي لي انه اذا في عندك لينير تايم انفاريانت سيستم، خلينا ارجع لهون، بيحكي لك اذا انت في عندك لينير تايم انفاريانت سيستم، يعني اكس اوف تي سيجنال تبعتك هاي الراندوم سيجنال، ودخلت على اتش اوف تي اللي هو فلتر او لينير تايم انفاريانت سيستم، خلينا نسميه ال تي اي سيستم، تمام، بيطلع معي واي اوف تي. الملخص شو بيحكي؟ بيحكي انه انت عندك الاوتبوت اللي هو the output input PSD relation، يعني ال output power spectral density بعبر عنه من خلال مين؟ absolute value ال power spectral تبع مين؟ H أو تبع الفلتر square،
مضروب في الباور سبيكتر دنسيتي لمين؟ للإنبوت سيجنال هي الإكس أوف تي، أو إذا كانت نويز اللي هي إس إن أوف إف. أوكي؟ يعني شو معنى إنه أنا إذا دخلت على فلتر معين، شو ما كان شكل الفلتر، إن كان آيديال فلتر ولا ما كانش آيديال فلتر، شو بعمل؟ الباور سبيكتر دنسيتي تبع الفلتر تبعي على الأوتبوت، يعني الريسبونس تبع الفلتر على الأوتبوت كيف راح يكون شكله؟ يعني إذا دخلت X of T راح يطلع Y of T، إذا كانت X of T هي عبارة عن الباور سبيكتر دنسيتي لإلها X of F S X of F تساوي N نوت على 2، هذا اللي أخذناه إحنا كـ White Noise، معناها الـ S Y of F شو تساوي؟ تساوي الـ H of F الكل سكوير Absolute Value طبعاً مضروبة في N نوت على 2، تمام؟ هذا H of F. طب لو كان الـ H of F عبارة عن Ideal Filter يعني من minus 1 ل 1، أو عفواً دائماً قيمته 1، يصفي 1 سكوير يساوي N نوت على 2، بس شو؟ من minus Omega ل Omega، أو من minus F of M ل F of M. طيب هذا في حال كان ايديال، وهاي القيمه اللي بحكي لك عنها انا قاعد عند الاوتبوت، اذا دخلت نويز من هون عباره عن اس دبليو اف اف، عشان توجد الباور سبيكتر دنسيتي للاوتبوت هو عباره عن شو؟ عباره عن الباور سبيكتر دنسيتي للنويز مضروب في مين؟ في الفريكوانسي ريسبونس تبع الفلتر سكوير، اللي هو الفريكوانسي سبيكترا، خلينا نسميه الامبليتود سبيكترا سكوير. فإذا كان N نوت على 2 كـ SWFF، HF Absolute الكل سكوير يساوي 1 على 1 زائد 2 باي FRC سكوير، أوكي؟ معناها SN of F شو يساوي؟ مجموع ضرب هاد مضروب في مين؟ في النويز Power Spectral Density N نوت على 2، فبيطلع معي SN of F يساوي N نوت على 2 على 1 زائد 2 باي FRC الكل سكوير. فبيطلع معي شكل النويز على الاوتبوت تبع اللو باس فلتر اللي هو نون ايديال فلتر، كيف شكله؟ شكله هيك، اوكي، اللي هو عباره عن النوت على 2 الكل على 1 زائد 2 باي اف ار سي، اوكي. هذا إذا بترجع لللابلاس ترانسفورم أو الفوري ترانسفورم بروبرتيز، إذا بتضربه هذا، إذا بتقسم البسط على شو؟ على آر سي سكوير، بيظل عندك هنا، أو يعني إذا بتضرب فوق وتحت أو بتقسم على آر سي سكوير، شو بيطلع؟ النوت على 2 على آر سي سكوير على 1 على آر سي سكوير بلس 2 باي اف الكل سكوير. هذا بتقدر اذا بدك توجد الاوتو كوريليشن فانكشن لإله تستخدم شو؟ المتطابقه هاي تبعت مين؟ تبعت او البروبرتيز من الفوري ترانسفورم. الفوري ترانسفورم شو بيحكي لك؟ بيحكي لك انه الاكسبوننشال ماينس الفا ابسوليت فاليو اوف تاو شو بيعطيك؟ او اي ابسوليت فاليو اوف تاو اذا بتوجد الفوري ترانسفورم لها شو بيعطيك؟ بيعطيك 2 باي على A سكوير بلس 2 باي F الكل سكوير. يعني أنت بس هذا الشكل اللي هون حوره بشكل من الأشكال بحيث أنه يصير شكله زي هيك، ومضروب في سكيلر طبعاً راح يكون. فأنا راح أحكي شو بيعطيك إذا أنت بتحل هاي، تستخدم هاي البروبرتي تبعت الفوري ترانسفورم لحتى تجيب الباور، يعني تجيب الأوتو كوريليشن فانكشن. شو بيحكي؟ شو بيعطيك هذا؟ بيعطيك أنه S N of F للار سي سيركت لحالها 1 على ار سي سكوير، هذا اللي قلت لكم اللي حكيت لكم اياه، اقسم يصفي عندك 1 على ار سي سكوير 1 زائد 2 باي اف ار سي سكوير، اللي هي عباره عن 1 على ار سي الكل سكوير ان نوت على 2 1 على ار سي الكل سكوير بلس 2 باي اف سكوير. هذا الشكل صار يشبه مين؟ صار يشبه هاي، تمام؟
هذا الشكل هو نفسه هذا الشكل بيطلع معك إذا هذا ارجع حوله بيطلع معك SNF اللي هو الأوتبوت لللو باس فلتر شو يساوي؟ يساوي فعليا SNF equal النوت على 4RC مضروبة في 2 على RC في 1 على RC سكوير بلس 2 باي F الكل سكوير. هاي لما بتوجد الفورير ترانسفورم انفرس لإلها بيعطيك شو؟ بيعطيك exponential minus A ساوي مين هي A؟ 1 على RC. مش هاي 1 على RC اللي هي A هي. A تساوي 1 على RC بتاو. متى هاي القيمة بتكون equal 0 بالعادة؟ الاكسبوننشال متى ببلش يصير ايكوال زيرو؟ احنا بنعرف لما يكون التاو شو تساوي تقريبا 5 او يعني خليها 4.6. فانت اذا عوضت هون بتاو هي اي 1 على ار سي، اذا عوضت تاو ماينس 4.6 1 يصفي عندك الاوتو كوريليشن فانكشن للباور سبيكترال دنسيتي اللي هو الانفرس فوري ترانسفورم للباور سبيكترال دنسيتي ان اس اوف اف هيك شكله، عبارة عن exponential absolute يعني مرة بينزل ومرة بينزل على النيجاتيف. يعني اللي هو فعليا احنا كنا نحكي انه اعلى قيمة للباور سبيكتر او اعلى قيمة للاوتو كوريليشن فانكشن موجود عند الزيرو وبيظل ينزل للزيرو ما بيتجاوز الزيرو لتحت، يعني ما بينزل لقيمة نيجاتيف. شباب انا حاسكم انتو مش معي، اي واحد عنده شغله مش واضح يسال، هاي فرصتكم الوحيده انكم تسالوا. وين ما فيش فيش ولا حدا؟ شيء واضح دكتور. نعم معك معك دكتور. مين اللي بحكي؟ واضحات دكتور مفهوم. يعني أنا شو اللي عملته هو المحاضرة الماضية كنا نحكي عن ideal filter. الideal filter إذا بيدخل له noise الباور سبيكتر دنسيتي له النوت على 2 بيطلع عندي النوت على 2 بس شو مالها limited بالفريكونسي، تمام؟ هذا في حال ايديال فلتر من ماينس دبليو ولا دبليو. طيب اذا ما كانش عندي ايديال فلتر شو بعمل؟ اذا ما كانش عندي ايديال فلتر لازم اطبق المعادله، يعني المعادله اللي بتحكي انه اس نوت او اس ان اوف اف الاوتبوت لمين؟ لللو باس فلتر، او بغض النظر هذا لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر ولا شو ما يكون، المهم له فريكوانسي ريسبونس اللي هي H of F. أوكي. هذا عبارة عن الأوتبوت لأي linear time invariant system اللي حكيته هون. هذا الرسم شايفينها، هذا اللي كتبناه هون بحكي لك إنه أنت إذا في عندك أي linear time invariant system اللي هو H of T دخلت عليه signal random S of أو X of T، دائما الباور سبيكترال density على الاوتبوت شو تساوي؟ تساوي ابسولوت فاليو سكوير للفريكوانسي ريسبونس للفلتر او لللينير تايم انفاريانت سيستم اذا كان جنرال لينير تايم انفاريانت سيستم مضروبه في مين؟ مضروبه في اس اكس اوف اف. زي كاني شو بعمل؟ زي كاني بعمل كورليشن لمين؟ كورليشن للسيجنال نفسها اللي هي اصلا هاي كورليشن للسيجنال نفسها بالاوتو كورليشن دومين اللي هو خلينا نسميه بالتاو دومين مع مين؟ مع H of F الكل سكوير. دكتور الـ SY اللي هي الـ Output Power Spectral Density صح؟ نعم.
يعني اللي هي نفسها اللي بتقصد فيها سي سي واي ان مضروبة في الكونجيجت مزبوط عشان هيك صارت ماجنتيود تربيع. هي بالضبط هيك، بس انت بقى تقدر تتخيلها يعني هي هي يعني كيف بدي اجيب لك اياها. هي اصلا الاس اوف اكس الاوتو كورليشن فانكشن عباره عن اكسبوننشال او عفوا اكسبكتيشن الاكس اوف تي مضروبه في اكس اوف تي 2 هيك، تمام، اكس اوف تي بلس اكس اوف تي بلس تي 1 هيك بغض النظر، فيطلع معك انت عباره عن مضروب تو سيجنلز مع بعضهم البعض اللي هي باور اصلا. فلما بتعمل افرجنج انت باور، فاحنا لما بنحكي انه باور سبيكتر دنسيتي للانبوت معناته مش لازم نتعامل مع دومين مختلف، لازم نظل بنفس الدومين. اوكي، يعني لما انا بحكي عن باور دومين ما بصير ارجع احكي عن فولتج دومين. عشان هيك احنا بنعمل كونجيجت لمين، يعني بناخذ سكوير لمين، للفلتر. تمام، فانت عشان توجد الباور سبيكترال دنسيتي او الباور سبيكترال فريكوانسي دومين للفلتر نفسه تضربه في الكونجيجت تبعه اللي هو بيطلع الابسوليوت فاليو لو اتش اوف اف في الكول سكوير. على اعتبار انه انت في عندك الفلتر هذا الفريكوانسي ريسبونس له كومبلكس. اوكي، وهذا المنطق دائما هو كومبلكس نمبر. وهذا كمان تقدر تتخيله على انه شو فعليا اللي بدي ارجع هون بس عشان نتفرج عليها. شايفين هاي مش اس دبليو اف اف مضروبه في قيمه معينه بغض النظر، سميها مثلا واي جي اوف اف. لما بيكون في عندك اكس 1 او اس اوف اف مضروبه في جي اوف اف، مش زي هذا كانه بالتايم دومين عباره عن كونفوليوشن. مزبوط. طيب اذا كانت اس دبليو اف اف مضروبه في الابسوليوت فاليو لا اتش اوف اف مضروبه كمان مره في الابسوليوت فاليو لا اتش اوف اف، زي كانك دخلت مرتين على فلتر. اوكي، زي كانك دخلت الباور سبيكتر الناس تبعت الواي نويز. صوتك قطع دكتور. طيب انا بحكي زي كانك هلا واضح. هذا شو بيعني؟ زي كانك انت دخلت اس دبليو اف اف على فلتر مرتين. لو بقى بدنا نشوفه على انه باور بدي اشوفه بس على انه سيجنال، زي كانك دخلت سيجنال على فلتر بس مرتين، يعني مره ضربتها في اتش اوف اف رجعت مره ثانيه ضربتها في اتش اوف اف طبعا ابسوليوت. زي كانك كنت بتدخل على لينير تايم انفالينت سيستم اللي هو الالو اتش اوف اف بس تطلع بيطلع معك سيجنال ثاني دخلها كمان وين على اتش اوف اف مره ثانيه. اوكي، الفكره هي انه انت اذا بتيجي بترسم هاي بالفريكوانسي دومين هذا اللي هو احنا مسميه فلترد نويز، يعني وايت نويز الباور سبيكترال دنسيتي ل النويز بعد الفلتريشن او بعد الفلتر بعد اللوباس فلتر. كيف بيطلع شكل النويز؟ بيطلع معي شكله اذا بتحدد قيمه لار سي بغض النظر شو هي ار سي وبترسم الفريكوانسي ريسبونس له وبيطلع معك شكل قريب من هذا الشكل. هذا هل هذا لينير؟ لا مش لينير نهائي. بدل ما يطلع معنا عبارة عن كونستانت من ماينس دبليو لدبليو زي هيك من ماينس بي لبي صار يطلع معي شكل مش كونستانت. فصف النويز عندي على الاوتبوت للنون ايديال فلتر بيختلف من فريكوانسي لفريكوانسي، يعني كل فريكوانسي عندي شماله إيلو عليه نويز قيمته مختلفه. يعني الماكسيمم نويز باور اللي هي النوت على 2 هاي الماكسيمم نويز باور اللي هي النوت على 2 وعندي كمان ممكن ينزل طبعا هاي الماكسيمم
وبصير ينزل مثلا للنوت على 4 لعند الزيرو. يعني عند قيمة معينة النويز راح يكون زيرو، بس ستيل كمان السيجنال راح تكون زيرو. فالريليشن شيب بين النويز او الباور للنويز والباور للسيجنال دائما ثابت بغض النظر عن شكل الفلتر. ليش؟ لانه احنا دائما الفلتر اللي هو بيضرب في قيمة معينة اقل من واحد هو زي ما بيضرب النويز بيضرب مين؟ بيضرب السيجنال. فدائما السيجنال تو نويز ريشيو اللي هي مهمة بالنسبة لي اللي هي سيجنال باور على النويز باور دائما كونستنت، يعني الريشيو ثابت بغض النظر كيف شكل الفلتر، لأنه الفلتر بيأثر على مين؟ بيأثر على النويز زي ما بيأثر على مين؟ زي ما بيأثر على السيجنال الأصلي. اوكي احنا نركز اهم قيمه بدنا نوصلها احنا فعليا بالتشابتر هذه اللي هي قيمه النويز اللي هي الاس ان ار سميناها. الاس ان ار هي سيجنال تو نويز ريشيو، هاي القيمه هي عباره عن الباور اللي موجود في مين في السيجنال مقسوم على الباور اللي موجود وين في النويز. كل ما كانت هاي القيمة أعلى كل ما كان أداء السيستم تبعي شو أفضل. أوكي بس إحنا لما بيكون ideal filter الأمور سهلة، بس إحنا بالعادة ما بيكون عندي ideal filter، وبتأثر هذا الحكي الـ SNR بتأثر كمان مع تغير شكل مين الريسيفر والترانسميتر. يعني خلينا نرجع نلخص، عندك بدي أسميه إشي noise equivalent bandwidth. noise equivalent bandwidth إذا في عندك noise WFT اللي frequency response لإله إحنا شو بنسميه power spectral density هو SWF يساوي النوت على 2، هاي قيمة ثابت. من وين جت النوت؟ من thermal noise مضروبة اللي هي داخلة على لو باس فلتر إلو HFF بيطلع معي NFT أو والباور سبكتر دنسيتي لإلو مين SNF SNFF. إذا بدخل معي باور سبكتر دنسيتي وبدو يطلع معي باور سبكتر دنسيتي معناها عشان يطلع معي باور سبكتر دنسيتي لازم أضرب في مين في الابسوليوت فاليو لل HFF سكوير. أوكي طيب شو الافريج فاليو عندي ل الاوتبوت سيجنال بكامل دي اف، يعني بكامل السيجنال اس ان اوف اف اس ان اوف اف من وين لوين؟ من ماينس انفينيتي لانفينيتي، يعني هاي مش عندك من ماينس اف لاف بكاملها من ماينس انفينيتي لانفينيتي بيطلع معي ان نوت على 2 في مين؟ في الافريج فاليو للفلتر دي اف، يعني اتش اوف اف الكل سكوير دي اوف اف افريج اوتبوت نويز باور. الافريج اوتبوت نويز باور شو يساوي؟ بصير ان نوت اوكي ليش شلت اثنين؟ لانه بلش التكامل من صفر لانفينيتي لانه اصلا هذا ايفن فانكشن، فبشيل الاثنين لاثنين ضرب التكاملات بتروح اثنين مع اثنين بضل ان نوت مضروب في مين؟ في الفلتر نفسه سكوير دي اف. اذا كان ايديال لو باس فلتر شو بيطلع معي؟ اتش اوف اف هاي كلها واحد صح؟ ايديال لو باس فلتر باخذ القيمه عند الزيرو بصفي عندي مين؟ من زيرو ل مش انفينيتي لبي هي الباند تبع الفلتر. Average output noise power هو اصلا هو power spectral density هو density. لما بحكي عن density ما في داعي لما بعمل averaging ارجع اقسم على الفريكو على الاكس اكسس dimension اللي هو تاو او ثيتا او بيتا الباندويث بي مثلا
لا انا بحكي عن density. شو يعني لما احنا بنحكي عن density لاي شيء التكامل تبعه على الاكس اكسس دائما بيعطيك هو بيعطيك المساحه الباور. مفهوم؟ فانت فعليا عندك ان افريج النويز على الافريج او الافريج للنويز بعد ما نحكي عن لو باس فلتر شو بيعطيك؟ بيعطيك من ماينس بي لبي هذا اللو باس فلتر صح؟ اذا بدي اطبق هاي المعادله هاي الافريج اوتبوت نويز باور بحكي ان نوت مضروبه في مين؟ مضروبه في اتش وفي اف يعني تكامله من صفر لمين؟ لبيت لبي اللي هو الباندويث. هذا من صفر لبي لانه انا وحدت التكامل واحد عملته. اوكي من صفر لبي مضروبه في مين؟ اللي هي هاي قيمتها واحد كلو باس فلتر او اذا كان ارتفاعه مثلا اي بصير عباره عن ايش؟ اي سكوير. يعني هين بصير اي يعني عند الزيرو سكوير اذا كان اي. اما كونه عند الزيرو واحد فاحنا بنحكي خلاص واحد اتش تربيعه في زيرو. قال لي اتش تربيعه في زيرو بغض النظر الاتش تربيعه في زيرو شو تساوي؟ بصفي الافرج نويز باور شو يساوي؟ الافرج نويز باور بيعتمد على مين فعليا للنويز؟ بيعتمد على شكل مين؟ الفلتر. تمام؟ يعتمد على شكل الفلتر. طيب معناها الباندويث هذا شو بقدر اكتبه؟ احنا بنعرف دائما الباندويث لا النويز او يعني خلينا نسميه we define the equivalent noise bandwidth by equation 1 و 2. هلا الـ average output noise power لحاله شو يساوي؟ in note بمين؟ تكامل h of f الكل سكوير. اوكي فاذا بناخذ عند الزيرو بيطلع معي الـ average noise شو يساوي؟ in note بالباندويث في h سكوير of zero. اذا بدي اطلع الشيء اللي بسميه احنا الايكوفيلنت باندويث للنويز ايكوفيلنت باندويث للنويز. ليش؟ لان النويز حسب الفلتر عندي حسب شكل الفلتر حسب شكل الفلتر بدي اتعامل مع النويز. فالباندويث للنويز عندي شو شكله؟ شكله من زيرو لانفينيتي h of f الكل سكوير دي اف على مين؟ على h سكوير عند الزيرو. مفهوم هاي العلاقه شو هي؟ يعني تخيلوا اذا كان ايديال فلتر h سكوير عند الزيرو شو تعطيني؟ واحد صح؟ وهذا شو راح يعطيني من زيرو لبي لبي فبي راح تصير بي نفسها. اذا كان ايديال فلتر الايكوفيلنت نويز باندويث شو راح تكون؟ هي نفس الباندويث تبع مين؟ تبع الفلتر. طب اذا ما كانش ايديال فلتر شو بدي اعمل عشان اوجد الايكوفيلنت باندويث للنويز؟ شو بروح بساوي؟ بقسم هذا التكامل على قيمة النويز طبعا سكويرد عند الزيرو بالنسبة للفلتر. مفهوم هاي شو هي؟ مفهومة. يعني هاي بس احنا بدنا نوجد اطلع عندي هون مش النويز باور النويز باور سبيكتر دنسيتي بالنسبة للنون ايديال فلتر طلع ما يشكله هيك صح؟ طيب
إذا كان هذا النون ايديال فلتر، طب أنا إذا بدي أحكي لك الباندوث للنويز كيف شكله، قديش الباندوث للنويز هون، تقدر تجاوبني؟ بدك تصير تدور على تعريف، هل نعتبر النويز عند الماينس 3 دي بي يعني الكات اوف فريكوانسي، ولا نعتبرها مثلا عند الكات اوف فريكوانسي دكتور؟ ماشي، بس هذا على اعتبار انه هيك بدنا نعتبرها، بس احنا هنا عشان نعمل إشي موحد بغض النظر كيف شكل الفلتر، احنا بنحكي انه الايكوفالنت باندويث للنويز هي تساوي شو، ايكوفالنت باندويث للنويز هي تساوي تكامل الفلتر نفسه سكوير على قيمة الفلتر سكوير عند مين؟ عند الزيرو. طب إذا كان هذا الفلتر ايديال فلتر، هاي القيمة شو راح تعطيك؟ مبين الباندويث للايديال اصلا، ام هو مبين، بس على بدي ارجع، هل هذا الفانكشن نفسه راح يعطيك الباندويث تبع الايديال فلتر ولا لا؟ بيعطيك. ليش؟ لانه اتش اوف اف سكوير هي الباندويث نفسه، هي راح تطلع بي نفسه، فاتش اوف اف قيمتها واحد، شو بيعطيك هذا؟ على قيمة الـ H2 عند الزيرو بيعطيك constant اللي هو B، من زيرو لـ B في مين؟ في واحد DFF، هذا راح يعطيك مين؟ B. ففعلا راح ترجع لك الـ equivalent bandwidth للـ ideal filter هي نفسها B، لكن إذا اختلف شكل الفلتر فالـ equivalent bandwidth شو راح يصير فيها؟ راح تنزل. ليش راح تنزل الكوفيلنت باندويث؟ لانه بالماكسيموم فاليو للفلتر واحد، وغير هيك بده يصير ينزل، غير هيك بده يكون هون بعدين يصير ينزل، فالكوفيلنت باندويث بدها تقل،